ودلوقتي خلونا نرحب بالممثل شريف إدريس اللي مثل أهم أعمال عادل إمام مسرحية بودي جارد. مساء الفل يا شريف. مساء الفل يا عزيز. عامل إيه يا حبيبي؟ ليك والجميع وشعب الإمارات الشقيق وكل الناس عامة في الأسد. طبعا أنت كنت بتحكي لي النهاردة أن أنتوا جيتوا عرضتوا قبل كده بودي جارد في الإمارات. كلمني عن التعاون مع النجم الكبير عادل إمام، وطبعا ان انت عن تجربة ان انتوا عرضتوا بودي جارد في الإمارات واستقبال شعب الإمارات ليه. اولا كل سنة واستاذ عادل طيب وبخير، وربنا يمدلنا في عمره ويديله الصحة ويخلي لينا جميعا، مش احنا بس كمصريين، للوطن العربي كله، لان الراجل ده بجد اثر في نفوس كل البشر بجميع اختلافاتهم الثقافية والدينية وكل حاجة بشكل حقيقي يعني. فربنا يديله الصحة ويفضل كده منور حياتنا. طبعا احنا تشرفنا ان احنا جينا عرضنا في الامارات، عرضنا في ابو ظبي، وعرضنا في افتتاح المسرح الوطني في دبي. وكانت يعني رحلات سعيدة جدا جدا جدا. شعب الامارات الجميل اللي بتربطنا بيه علاقات عظيمة من قديم الأزل يعني. أكيد طبعا. تكلمني عن تجربتك مع عادل إمام. أنت طبعا مثلت مع نجوم كتير، شريف نور الشريف ونجوم كبار كتير، بس تجربة مع عادل إمام ومسرحية بتقعد سنين وسنين. بص يا عزيزو، هقول لك على حاجة. يعني زي ما أنت قلت، أنا الحمد لله يعني ربنا كرمني إن أنا اشتغلت مع نجوم كبيرة، أستاذ محمود عبد العزيز، أستاذ نور الشريف، أستاذ محمود ياسين، وأسامي تانية كتير مش عايز أنسى. وصلاح السعداني يعني. طبعا في أرابيسك طبعا، أستاذ العمدة الكبير صلاح السعداني، أستاذ صاروخ شاوي، ناس كتير. أيوه. بس أستاذ عادل إمام بالنسبة لي أنا كشريف من وأنا صغير، هو حلم إن أشتغل معاه. أكيد. حلم حقيقي بجد. الراجل ده مختلف تماما عن كل الناس. الراجل ده في حته لوحده. الراجل ده تاريخ كبير جدا 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 جدا، اثر فينا واثر فيا شخصيا قبل ما اشتغل معاه. فما بالك ان انا بشتغل معاه مسرح، وبقف معاه كل يوم على المسرح، وبقعد معاه في قعدات خاصه، وبقعد معاه نتكلم في حاجات في الفن وبره الفن. بكتسب منه خبرات، بكتسب منه ثقافة، بكتسب منه تفاصيل كتير في الحياة، حاجات كتير فادتني في شخصيتي، حاجات كتير فادتني في شغلي، حاجات كتير فادتني على المستوى الشخصي والإنساني والاجتماعي. تفتكر إيه قالهولك الزعيم ما تنسوهوش أبدا؟ أنا من نصائح الزعيم ليه، أنت عارف إن أنا بمثل من وأنا صغير، وأي طفل كان بيمثل وهو صغير لما بيبتدي يكبر يعني برضو بيبقى في حتة الطفولة. فأنا أول ما اشتغلت معاه كان نبهني ونصحني نصيحة لحد النهاردة، النصيحة دي في أي شغل ليا دايما النصيحة دي في بالي، يقول لي اهرب دايما من أداء الطفولي. انت شغلك وانت طفل، وانت دلوقتي شخص ناضج، وانت دلوقتي بني آدم بتفكر وعندك فكر مختلف. فاستفدت منه كتير، استفدت منه واستمتعت معاه جدا 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 فوق ما تتصور. تحب تقول له ايه طيب؟ احب اقول له كل سنه وحضرتك طيب، حضرتك وحشني جدا، ويا رب دايما منور حياتنا، وهتفضل دايما في وجداننا جميعا وفي وجداني انا الشخصي بكل اعمالك. مش بس ان انا اشتغلت معاك في مسرحيه بودي جارد وكان ليا الشرف، لا، بكل اعمالك بكل افلامه. يعني انا عايز اقول لك فعلا انا بحب شهر مايو لان القنوات بتحتفل بيه وبيع كل افلامه، فبعض اتفرج على افلام عادل امام وكاني بشوفها لاول مره. اكيد طبعا. يعني شريف احنا مبسوطين جدا والله فعلا بكلامك عنه، لان احنا كلنا بنحب عادل امام، وطبعا انت عارف انا بحبك قد ايه، وعارف ان انت موهبه كبيره، وانا مستنيك في الامارات عشان احنا نقعد مع بعض، احنا في بينا انترفيو اكيد. حبيبي شرفتنا يا شريف. طبعا شرفني. تحياتي لكل الموجودين عندك في الاستوديو، وتحيات شعب الامارات الشقيق جدا جدا جدا. حبيبي يا شريف.